هذه حملة نظافة، مبادرة باش نديرو حملة نظافة مع جمعية شمائل. جبنا الوليدات هنا باش يحسوا باش يساهموا في هذه الحملة ديال النظافة. هاد النوع من الحملات ولا من المبادرات كينميو بزاف ديال الروح المسؤولية في هاد الوليدات، منها كيحافظوا على البيئة ديالهم وعلى المناطق اللي كيتم الترفيه ديالهم فيها، ومنها كيحسوا بعمال النظافة وبالمشاق اللي كيدوزوهم. فاش دابا حنا جبنا هاد الوليدات اغلبيتهم بداو تيعياو تيشموا ريحه الخناز، المهم بزاف ديال الظروف اللي هي ما زويناش. شرحنا لهم بان هاد الظروف هي فاش كيخدموا هادوك عمال النظافه، هكا غادي يكون عندهم واحد حس المسؤوليه، ولا باش من بعد ما يبقاوش هما يلوحوا الزبال، ما يبقاوش يحسوا بهذاك العامل المشاق ولا الصعاب اللي كيدوز منها في النهار ديالو. رساله للاباء، اول رساله ان الاباء انتم راه قدوه لوليداتكم، يعني انتم اللي تحافظوا على النظافه ديال البيئة ديالكم. فاش ولدك تيشوفك ما كتلوحش الزبال ولا الا ما لحتيش لقيتيه وجمعتيه، راه حتى هو كيتربى على هذا الشيء وكينقيه. الوليدات ماشي بالضروره نعلمهم ان النظافه ديالهم كتكون في الدار فقط، راه الملك المشترك او الملك العمومي هو شي حاجه ديالنا كاملين، احنا كلنا مسؤولين على اننا نحافظوا عليها. ما نبقاوش نقولوا بان لا راه مثلا الجامعات او البلديه او عمال النظافه هما المسؤولين، لا بالعكس، احنا كلنا مسؤولين على النظافه ديال المدينه ديالنا وعلى النظافه ديال مثلا هذه الغابه اللي هي في الاخر شكون كيستافد منها؟ راه حنا وليداتنا والاطفال ديال الجمعيات وهذا، يعني احنا كلنا عندنا واحد اليد خصنا نساهموا في النظافه ديال هاد سميتو ديال هاد الاماكن. وباش العمليه تكون سهله هي بالتعاون، الا تعاوننا كاملين، الا كلنا ما تلوحوش الزبل، الا كلنا الا لقيناه تنجمعوه، يعني غتسهل علينا حنا القضيه ديال النظافه، وحتى عمال النظافه حتى هما مساكن ما يبقاوش في هاد المشاق، لان ما يمكنش ينقي اليوم ويرجع غدا، وهذا راه شي حاجه اللي زعما صعيبه وغير ممكنه. جينا مع جمعيه شمائل باش ننظفوا هاد البيئه هادي، وكنشكر جميع الناس اللي عاونونا في هذا الشيء وحافظوا على وعاونونا باش نحافظوا على هذه البيئه، وكنشكرهم بزاف بزاف، وكنطلب من الاباء والامهات باش ما بقايش يرميو لا زبل لا والو. حنا شي الا كاع كانوا عندهم وليدات صغار، راه غادي دوك الوليدات غادي يبقاو يتصرفوا بحال الاباء تاعهم، غادي يصحاب لهم باللي الحاجه الزوينه هي الحاجه الخايبه، يصحاب لهم باللي راه زوينه. حنا شايفوا الاباء تاعهم والامهات كيبقاو يديروها، وعافاكم الاباء والامهات علموا ولادكم الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه من صغرهم، باش ما بقيش باش ما يديروهاش فاش يكبروا، وما يبقيش مثلا بحال الادمان، مثلا يدمن يوليو يدمن عليها، تبخات كاع تقول له دوي معاهم 100 مره كاع ما غاديش كاع ما غايحبسوهاش الا هداهم الله. وكنقول ان هاد الحاجه اللي درناها اليوم صراحه زوينه بزاف، حتى انا كنصبغ. احسن حاجه هي تكون كتحافظ. كنلاحظ دابا واحد الفرق كبير ما بين حنا كنبقاو كنمشيو كنجيو للجغدان، حنا كنجمعوا الزبل وكنشوفوا الناس كتفرجوا في التليفون. الصراحه ما كرهتش نقول لهم غير نوضوا جمعوا معنا، لكن اش غنديروا الناس الله يهديهم. كنقول كاع الاباء والامهات يحاولوا ما امكن يخليوا ولادهم يستوعبوا، صغار كبار يستوعبوا ان الزبل، حتى كنشوف الدجاج كثير الحيوانات كيموتوا بسبب ديال الاوساخ وديال الدجاج. وغادي نوجه الرساله للناس اللي اللي ما كيدويوش بالاشاره، وشكرا. هذا مغلوق على